اللي عشان نطمن على الفريق بعد مران الصبح النهارده وقبل السفر باذن الله فجر الغد لاسوان. خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف مراسل قناه الاهلي. يا شريف اهلا بيك. اهلا بيك يا فهد بيك يا زميلي امير ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اليوم مبروك فوز الاهلي بالامس على الفريق الكبير فريق الانتاج الحربي باربع اهداف مقابل لا شيء. اليوم مبروك الفوز الخامس على التوالي لمستر فايلر وبدا تحطيم الارقام القياسيه بالتوفيق ليه يا رب باذن الله. يا رب باذن الله يكون يوم السبت الفوز السادس ليه على التوالي ان شاء الله. دعوات كل الاهلاويه باذن الله ان الراجل يوفق في هذه المهمه، ان الراجل المجتهد المخلص في شغله هو وجهازه يكون التوفيق معاه يوم السبت. خليني اقول لك امبارح الماتش مباراه الاتحاد الحربي يمكن خلصت الساعه 10 على ما تروح كانت في 12 واحدة صباحا الساعة 10 الصبح يبقى في تمرين استعداد المباراة طبعا أسوان الساعة 10 والنصف بالتحديد كان بداية مران النادي الأهلي. كان في محاضرة حوالي 5 دقايق اتكلم فيها مستر فايلر وباقي الجهاز مع اللاعبين عبر فيها عن سعادته بالفوز اللي حققه الأهلي بالأمس على فريق الدوري الحرب. عبر فيها عن سعادته بتنفيذ تعليماته وأنا قلت لك زميل أمير لو تم تنفيذ تعليمات مستر فايلر بعد ماتش الانتاج الحربي هيكون الفوز من نصيب لاعبي النادي الاهلي بعد ما الاشياء فيهم علشان بداوا يسمعوا كلامه وبداوا ينفذوا الجمل اللي الراجل بيقول لهم عليها وقال لهم لو كملتوا بالشكل دوت ما حدش هيقدر يقف قصادكم الفتره المقبله ولكن مطلوب تنفيذ تعليماتي مطلوب التفاني مطلوب حب الحب اللعيبه لبعضيها علشان يكون الفوز الثالث هو القادم. بعد هذه المحاضره اللي استمرت حوالي 5 دقائق كان في جري حول المنعه طبعا وكان اطالات وبعد فتره الاطالات انسحب المجموعه اللي شاركت في مباراه الامس المجموعه الاساسيه فقط تغيير ولكن البدلاء اللي كانوا نزلوا في مباراه الامس كملوا التمرين عادي مع باقي زملائهم من اختتامها التقسيمه تعلق فيها بشده احمد الشيخ في اهداف يمكن احرز هدفين ثلاثه بشكل جمالي جدا ولفت الانظار بشده احمد الشيخ في تقسيم المباراه في تلك التمرين النهارده شارك في التقسيمه بالكامل مع سعد سمير محمد محمود عمار في التقسيمه بالكامل سعد سمير ومحمد محمود في التقسيمه بالكامل التقسيمه بالكامل خلاص كويس قوي كويس جدا محمد محمود سعد سمير بيشاركوا في التمرينه من الاول للاخر يمكن عمار ايضا كان عنده اصابه شارك ايضا في التمرينه من الاول للاخر وطمنك وبطمن كل مشاهدي قناه الاهلي الحمد لله الامور ماشيه على ما يرام الحمد لله النهارده زي ما قلت لك احمد الشيخ لفت الانظار النهارده في تقسيم الفيديو باقي اللاعبين زي ما قلت لك كان في استشفاء ليهم بعد الاطالات على طول دخلوا على الاستشفاء والسلم النهارده مستر فايلر كان حريص يقف في محاضره طويله مع رمضان صبحي حوالي 10 دقائق ومن بعد هذه المحاضره في عده محاضره مع الكابتن تاني قمصان ايضا مع رمضان صبحي حوالي 3-4 دقائق. خليني اقول لك ان تدريب الحراس النهارده كان شديد اقرامي فانا عارف اوكي كان مصطفى شهوري مع الحراس كان تدريبنا القوي جدا 120 النهارده كان بيعمل في الاستشفاء الخاص بمباراه الامس. لو قلت لك على برنامج الفريق في اسوان خليني اقول لك الاول ان الاستفاده اختار 23 ايه اللي حصل؟ خط قطع ماشي. بشكرك يا شريف شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي واللي لنا كل الاخبار